بيبدأ فيلمنا بواحدة هندية ماشية في الغابة وبيظهر قدامها حصان لونه أبيض، فبتجري وراه لحد لما وصلها المركب متدمرة تماما على ضفة النهر، وبتلاقي ناس مقتولة في المركب ده ومتعلقين فيه، وبيكونوا مقتولين بطريقة بشعة، وبتلاقي سيف محطوط في تمثال، فبتمسك السيف ده، فالتمثال كان هيقع عليها، وبيظهر قدامها طفل ماسك سيف ومرعوب وخايف منها، وبيهددها إن هو هيقتلها، لكن بيرمي السيف وبيقعد يعيط، فالست بتحضنه وبتاخده معاها القبيلة بتاعتها، والطفل ده بيكون اسمه جوست. زعيم القبيلة بيعرف ان الطفل ده من جنس الفايكنج، فبيخاف منه وبيؤمر ان هم يخرجوه من القبيلة، لكن الست الهندية بتقوله ان الطفل لو خرج دلوقتي هيموت من البرودة، وطلبت منه ان هو يفضل معاها وتربيه، فزعيم القبيلة وافق، فخدته الكوخ بتاعها نيمته، وجوست بيفتكر اللي حصل معاه لما قبيلة الفايكنج هجموا على المركب وقتلوا كل اللي فيها وذبحوهم، ووالده طلب منه يقتل طفل صغير، فجوست خاف ومرضيش يقتل الطفل، فوالده اتعصب عليه وضربه بالكرباك على ظهره وسابه ومشي. وبنعرف ان الفايكنج بيحتلوا القبائل وبيقتلوا كل اللي فيها بطريقة بشعة. بعد كده بيعدي 15 سنة وجوست بيكون كبر ولسه عايش معهم في القبيلة. بعدها بيجي القبيلة واحد اسمه باث فايندر ومهمته ان هو يستكشف القبائل، وبيوصل للقبيلة اللي جوست عايش فيها، وباث فايندر بيجي ومعاه بنته وبيكون اسمها ستار فاير. وبنعرف ان باث فايندر بيجي كل سنة يزور قبيلة جوست، فجوست بيشوف ستار فاير فبيعجب بيها، فواحد من سكان القبيلة المستكشفين اسمه بلاك وينج بيحب نفس البنت هو كمان، وشاف جوست وهو بيبص لها فراح سخر من جوست وسابه ومشي. بعدها باث فايندر بيروح يقعد مع زعيم القبيله وبيقول له ان فرقه الصيد اللي كانت معاه تاهت منه وتقريبا كده ماتت في الجليد، وبيطلب منه يديله مجموعه من فرقه الصيد بتاعته علشان تساعده في الصيد. فزعيم القبيله وافق وقال لباث فايندر ان هما النهارده بيحتفلوا بعيد الشجعان، وطلب من باث فايندر يقود الاحتفال، فباث فايندر بيوافق وبيشوف جوست معدي من قدامه، فرمى كام زلطه في ايده وقعد يقرا تعاويذ وعرف حقيقة جوست. بعد كده بيبدأ الاحتفال وجوست بيدخل يقعد معهم في الاحتفال، فباث فايندر بيطلب منه يخرج من الاحتفال وقال له انت من جنس الفايكنج، ما ينفعش تحتفل معانا الا لما نتأكد من ولائك لينا الاول. فجوست اتعصب وسابهم وخرج راح للغابة، فوالده اللي رباه اللي هو جوز الست الهندية راح وراه وبيحاول يهديه. بعد كده باث فايندر وشعبه ماشيين من القبيلة والقبيلة بتودعهم، وجوست بيقف يبص على ستار فاير، فالبنت بتبص عليه وبتكون اعجبت بيه هي كمان ورمت له الريشة بتاعتها علشان ياخدها. بعدها جوست بياخد اخته الصغيره وبيروحوا الغابه علشان يصطادوا، وبيسيب اخته تنقي نباتات وبيروح هو يصطاد. وفي الوقت ده جنود الفايكنج بيهجموا على اخته في الغابه، فاخته بتجري وبتصرخ وبترجع للقبيله بسرعه، والفايكنج بيهجموا على القبيله وبيقتلوا سكانها وبيذبحوهم. واحد من سكان القبيله بينفخ في البوق، فجوست سمع البوق فجري بسرعه، وفي الوقت ده الفايكنج بيكونوا ولعوا في القبيله وقتلوا كل اللي فيها بطريقه متوحشه. وجوست بيرجع القبيله بيلاقي كل اللي فيها مقتولين، فسمع صوت جنود الفايكنج في الغابه فمشي ورا الصوت ووصل لهم، فلقى جنود الفايكنج ماسكين والده وبيسخروا منه، وقائد الفايكنج بيقتل والده، فجوست جري بسرعه على والده ودخل في وسط جنود الفايكنج، فالجنود سخرت منه وادته سيف علشان يبارز واحد منهم ويقتلوه، لكن جوست قتل الجندي وجري منهم وجري وراه في الغابه، وفضلوا يضربوا عليه سهام، فبيستخبى منهم وبيفضلوا يدوروا عليه، وجندي من الفايكنج ماشي فوق بركه ميه، فجوست طلع من تحت بركه الميه وقتل الجندي، وخد حصان الجندي وطلع فوق الجبل الجليدي، فقابله واحد من جنود الفايكنج فجوست ضربه ووقعه من على حصانه وقتله وخد السيف والدرع بتاعه، فجنود الفايكنج هجمت عليه وضربوا عليه سهام، فسهم بيجي في كتفه، فجوست ركب فوق الدرع واتزحلق بيه على الجليد، والجنود اتزحلقت وراه، ولما الجندي قرب منه علشان يمسكه جوست ضربه بالرجل وقعه واتزحلق من تحت شجره واقعه، فجندي خبط في الشجره ووقع ووصل لنهايه الجبل ونط من فوق الجبل نزل في النهر. بعدها بيطلع من النهر وبيكمل مشي في الغابه وبيكون تعبان، وفي الوقت ده جنود الفايكنج ترجع لقائدهم وبيقولوا له ان جوست هرب منهم، فبيتعصب عليهم وبيضربهم. وبنرجع لجوست وبيمشي على بحيره سطحها متغطي بالجليد، فبيخاف ان الجليد يتكسر بيه، فبيرجع يلف من حوالين البحيره وبيدخل الغابه وبيلاقي ناس ماشيه في الغابه، فجري استخبى وبيكون باث فايندر وقابلته، وبيحسوا ان في حد ماشي في الغابه، فبيمشي ورا اثار الرجلين وبيدخلوا كهف وبيلاقي جوست قدامهم وبيقول لهم اهربوا، وبيغمى عليه وبيهجم عليهم دب وبيحاولوا يموتوه بالرماح، لكن الدب كسر الرماح، فباث فايندر راح قعد قدام الدب، واول لما الدب قرب منه قتله بالرمح اللي معاه. وفي الوقت ده الفايكنج بيدوروا على جوست في كل مكان. بعد كده باث فايندر بياخد جوست معاه القبيله وبنته بتعالج جروحه وبتخرج له السهم اللي في كتفه، وبتاخد السهم توريه لباث فايندر، فعرف ان الفايكنج هم اللي ضاربينه، فخافوا ان الفايكنج يكونوا ماشيين وراه ويوصلوا القبيله بتاعتهم، فجوست قال لهم ان الفايكنج بيهجموا على كل القبائل وبيقتلوها، فبلاك وينج قال لباث فايندر ان هم لازم يقفوا يواجهوا الفايكنج وما يهربوش، فجوست طلع السيف اللي معاه وكسر بيه الرمح اللي في ايد بلاك وينج وقال له ان الاسلحه
بتاعتكم مش هتقدروا تحاربوا بيها الفايكنج. فباث فايندر قرر ان هو ياخد قبيلته ويهربوا، وبيروح لجوست وبيطلب منه يهرب معاه، لكن جوست مرضيش وقرر ان هو هينتقم لوالدته ووالده وبيسيبهم وبيمشي. وبيمشي وراه واحد من سكان القبيله اسمه جيستر، وبيكون عايز يفضل مع جوست، لكن جوست بيطلب منه يرجع للقبيله بتاعته، فجيستر مرضيش يرجع وفضل معاه. وبنروح لباث فايندر وبيخلي بلاك وينج يقود القبيله، وبيقرر يرجع لجوست، وبنته بتمشي وراه من غير ما ياخد باله. وبنرجع لجوست وبيوصل عند الوادي اللي هيعدي منه الفايكنج، فبيبدا ينصب الفخاخ اللي هيصطادهم بيهم، وبيصنع سهام ورماح. بعدها ستار فاير بتوصل عند جوست، فجوست بيطلب منها ترجع للقبيله قبل ما الفايكنج ما يوصلوا، لكن بترفض وبتفضل قاعده معاه. بعد كده الفايكنج بيوصلوا عند الوادي، وجوست بيهجم على جندي ماشي لوحده وبيقتله. واحد من الجنود وهو ماشي داس على فخ، فالسهام طارت في جسمه موتته، والجنود بتدور عليه، وجيستر وستار فاير مستخبيين تحت فخ. واول لما الجندي عدى من فوق الفخ، ستار فاير ضربت الجندي وقعته على حصانه، فوقع على رمح ومات. وجيستر قعد يصفر علشان يشتت الفايكنج، وجوست وستار فاير ربطوا الجندي بحبال وخنقوه، وجيستر ضرب جندي بالسهم في دماغه. ولحد دلوقتي خطه جوست ناجحه، وقادر يصطاد جنود الفايكنج ويقتلهم. وجوست طلب من جيستر وستار فاير ان هم ينزلوا يستخبوا في الكهف لحد لما يرجع لهم، وبيروح يقف قدام جنود الفايكنج وفي ايده راس واحد من الفايكنج، وبيرميها على فخ تحتير ماح، وبيعمل كل ده علشان يستفز الجنود وتهجم عليه ويوقعهم في الفخ. لكن بلاك وينج وصل بجنوده وبوظ الخطه، ووقع بجنوده في الفخ وماتوا، والفايكنج بينزلوا يقتلوا العايشين منهم. وواحد من الجنود وقع بلاك وينج في رمح، فجوست شده وجريوا بالحصان استخبوا ورا صخره، وبلاك وينج طلب منه يهرب ويحمي بنت باث فايندر، فجوست جري وبلاك وينج قعد يضرب على الفايكنج سهام علشان يعطلهم، لكن ضربوه بالسهم موتوه. فجوست بيوصل لكهف وبيدخل يستخبى فيه، والفايكنج بيوصلوا الكهف وبيدوروا على جوست، وجيستر وستار فاير مستخبيين في كهف. فواحد من جنود الفايكنج شاف البنت فمسكها وبيحاول يشدها، لكن جيستر فضل يضرب في الجندي لحد لما سابها، فالجندي ضرب جيستر بالصيف في بطنه، فجوست بيجري يشوف جيستر لقى مات، والجندي هجم على جوست علشان يموته، فجوست قتله وجري. وبنروح لستار فاير ومستخبيه بين صخرتين، وجنود الفايكنج قريبين منها وخايفه لا يشوفوها، فجوست جه من وراها وكتم نفسها علشان محدش يحس بيهم، وطلعوا من الكهف. فقائد الفايكنج مش قادر يوصل لهم، فمسك اسير من اللي معاه وولع تحتيه نار علشان يخلي جوست يسلم نفسه، فجوست بيكون شايفهم ورايح يسلم نفسه ليهم، فباث فايندر ظهر قدامهم وقتل الراجل اللي الفايكنج معلقينه على النار علشان جوست ما يسلمش نفسه ليهم. فجنود الفايكنج هجموا عليهم وبيحاولوا يقتلوهم، لكن جوست وباث فايندر بيقتلوا فيهم، وستار فاير بتضربهم بالسهام، لكن واحد من الفايكنج هجم عليها وكان هيقتلها، لكن جوست لحقها وقتل الجندي، لكن الجنود حصروهم ومسكوهم. بعدها قائد الفايكنج بيسال باث فايندر عن مكان قبيلته، فباث فايندر مرضيش يقول له، فخلى الجنود مسكته وربطوه في الحصنه، والحصنه شدته قطعت جسمه، وسال جوست عن مكان القبيله، فجوست مرضيش يقول له، فخلى الجنود مسكوا بنت باث فايندر وامرهم يقطعوا ايديها، فجوست منعهم ووافق يقول لهم على مكان القبيله مقابل اللي هو يسيبها عايشه، وخدهم ومشيوا، والجنود بتضرب في البنت، فجوست اتعصب وضرب الجنود، فالجنود كانت هتقتله، فقائد الفايكنج منعهم لانه محتاج مساعده جوست يوصلهم للقبيله، وجوست بيتفق مع البنت ان هم هيمشوهم في طريق غلط، وبيوصلهم للمكان اللي القبيله كانت معسكره فيه، لكن سكان القبيله مشيوا، فقائد الفايكنج اتعصب وكان هيقتل البنت، فجوست منعه وقال له ان هم مستخبين ورا الجبل وهوصلك لمكانهم، وبياخدهم للطريق اللي القبيله كانت ماشيه فيه. وستار فاير مستغربه جدا من اللي جوست بيعمله، فجوست لقى لعبه مرميه على الارض وخدها من غير ما حد يحس بيه، وبيكملوا مشي، فبيشاور لستار فاير وخلاها تقع وتعمل نفسها ان هي تعبانه من المشي، وخلى الجنود كلها بصت عليها، فرمى اللعبه في اتجاه عكس اتجاههم، فقال لقائد الفايكنج ان القبيله مشيت من اتجاه اللي رمى فيه اللعبه، لكن قائد الفايكنج مش بيكون مصدقه وهيقتل بنت باث فايندر، لكن جندي من الجنود لقى اللعبه في الاتجاه اللي جوست قال عليه ووراها لقائد الفايكنج، فصدقه، وبكده جوست نجح ان هو يضحك عليهم. بعد كده بيوصلوا عند البحيره اللي كان مغطي سطحها الجليد، فجوست طلب منهم يلفوا من حوالين البحيره، لكن قائد الفايكنج رفض واصر ان هم يمشوا من فوق سطح البحيره، فالتلج اتكسر بيهم والجنود غرقت في البحيره، وجوست بيشد الجنود تحت الميه وبيقتلهم، لكن بيشوف الجندي اللي ستار فاير مربوطه معاه وهو عمال يغرق وبيشد البنت معاه، فجوست جري يفك الحبل، فالجندي ضربه اغمى عليه ووقع في قاع البحيره، وجوست بيتخيل باث فايندر قدامه وهو عمال بيكلمه وبيطلب منه يكون قائد القبيله بتاعته، فبيفوق وبيطلع لسطح البحيره، لكن فوقيه لوح تلج، فقائد الفايكنج امر جنوده وخلاهم كسروا لوح التلج وطلعوا جوست. بعد كده بيكملوا مشي وبيوصلوا عند جبل جليدي، وجوست وستار فاير بيلاقوا فرقه الصيد اللي تاهت ميته والجليد مجمدهم. بعدها بيحاول يعدوا الجبل الجليدي، لكن الطريق ضيق جدا، وستار فاير كان هتقع من فوق الجبل، فجوست لحقها وشدها وطلب من قائد الفايكنج ان هم يربطوا بعض بالحبال علشان محدش منهم يقع، وبيفضلوا ماشيين فوق الجبل بحذر وخايفين لا يقعوا، وقائد الفايكنج
فايكنج بدأ يحس إن جوست بيتوههم وبيبعدهم عن مكان القبيلة، لكن جوست وراله مكانهم من فوق الجبل ولقاهم معسكرين جنب ضفة النهر، وجوست شاور لستار فاير خلاها ضربته كأنها متعصبة إن هو دلهم على مكان قبيلتهم، وقعدوا يضحكوا عليه ويسخروا منه، لكن قائد الفايكنج ضربها واداله الكرباج علشان يضربها، فجوست مسك كرباج وقعد يحركه في الجو لحد لما طيروا في وش آخر جندي مربوط بالحبل فوقعه من فوق الجبل وشد كل الجنود وراه، فقائد الفايكنج اتعصب وطلع سيفه علشان يقتل جوست، فالبنت حاولت تمنعه فضربها ووقعها على الارض، فجوست زقه ووقعه من فوق الجبل، والبنت مربوطه معاه في الحبل وكان هيشدها، فجوست قطع الحبل وانقذها هي وتعلق هو مع قائد الفايكنج، فستار فاير بتحاول تشد جوست لكن قائد الفايكنج خد سكينه من الجندي المربوط معاه وقطع الحبل ووقعه ورشق السكينه في الصخر وفضل يطلع، وكل لما يطلع بينزل جوست لتحت لحد لما وصل قصاده وفضلوا يضربوا في بعض، وقائد الفايكنج قطع حته من حبل جوست والحبل ماسك على جزء بسيط جدا، فجوست اتزحلق ووقع ووقف على الصخره، فنده على ستار فاير علشان تمشي، لكن قائد الفايكنج مسكها من رجليها ففضلت تضرب فيه لحد لما سابها وجريت، وقائد الفايكنج طلع وفضل يحدف على جوست حجاره علشان يوقعه، فجوست فضل يزعق ويشتم فيه، فلقى الجليد اللي فوق الجبل بيتحرك من الصوت العالي، فقعد يزعق لحد لما وقع الجليد اللي فوق الجبل فوق قائد الفايكنج والجنود اللي لسه عايشين. بعدها جوست بيطلع الجبل لكن قائد الفايكنج ما ماتش وبيهجم على جوست وبيبرزوا بعض بالسيوف وبيضربوا في بعض، وقائد الفايكنج بيوقع جوست على الارض وخلاص هيقتله، فجوست مسك سيفه ورشقه في صدره وقام مسكه وشد سلسله باث فايندر من رقبته ورماه من فوق الجبل، لكن الجليد اللي فوق الجبل بينهار كله وجوست بيكون لسه فوق الجبل، فستار فاير بتشوف الجليد وهو بينهار فقعدت تعيط علشان جوست لسه فوق الجبل وافتكرته مات، لكن جوست بيرجع لها القبيله وبتفرح اول لما بتشوفه، وبكده جوست حمل قبائل من جنسه الفايكنج وقتلهم كلهم وبيديها سلسله والدها، فكل اهل القبيله بيشجعوه على قوته وشجاعته وبيخلوه حاكم للقبيله، والحصان الابيض اللي انقذ جوست وهو صغير من الموت ظهر قدامه. بعد كده جوست بيتجوز ستار فاير وبيخلف منها طفل، وبيخلص فيلمنا على كده.